شريك انتقل إلى جدة، هل معه الجنسية اليمنية؟ يا محمد، تستغرق الرحلة ساعة واحدة. Donc à chaque fois vous avez donc un mot surligné, donc il y a une faute. أكبل بوضع الكلمة الصحيحة مما بين القوسين. جدة مدينة جدا. Donc ici vous choisissez donc entre les deux mots. جميلة بين جميل. أذهب مع الأسرة إلى. هل أنت etc. إبراهيم طالب في الجامعة وأخته فاطمة طالبة في الجامعة أيضا. إبراهيم يدرس في كلية التربية وأخته تدرس في كلية الهندسة. إبراهيم لديه هوايات كثيرة، يحب الرياضة والمراسلة والقراءة، وفاطمة لديها هوايات قليلة، تحب القراءة ولا تحب الرياضة والسفر. أجب بنعم أو بلا. En face de chaque phrase ici, vous mettez si c'est vrai ou faux. إبراهيم يدرس الطب، فاطمة تدرس الهندسة. إبراهيم يحب السفر، فاطمة لديها هوايات كثيرة. إبراهيم طالب وفاطمة مدرس. فاطمة تحب القراءة، إبراهيم يحب الرياضة. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.